السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نكون مع درس اللي هو اسمه Restriction Enzymes. طبعا مفهوم Restriction Enzyme مهم في أسئلة البيديجري وأسئلة الـ DNA Analysis. Restriction Enzyme بداية هو is an enzyme that cuts the DNA. The DNA. طب هذا الانزيم اللي هو بيعمل cutting for the DNA، هل هو انزيم موجود عندنا احنا كهيومن؟ اكيد لا، مش هيكون عندنا احنا انزيم يقطع ال DNA اللي لنا. هذا الانزيم mainly extracted from bacteria. تمام؟ والبكتيريا بتستخدم هذا الانزيم ك way of defense against viral infection. يعني في عندنا viruses اسمها bacteriophage، هاي الفيروس تيجي بتعمل insertion لل DNA اللي لها، الفيرال DNA بتنزله بقلب البكتيريا. فهون البكتيريا كشيء دفاعي شو بتساوي؟ عندها enzymes فبيعملوا cutting for this viral DNA to avoid infection. إذا هذا الـ restriction enzyme هو لحتى as a way of defense against viral infection، هذا used by the bacteria. هلا له استخداماته بالمختبرات وراح نشوفها لقدام، بس بالأول نفهم مبدأ restriction enzyme. هل في عنا only one type of restriction enzymes معروفين؟ لا، في عنا أنواع كتير. طيب بالنسبة قلنا بتعمل cutting لل DNA، هل هي عملية ال cutting random عشوائية أو في عنا شيء بيحددها؟ هلا حنشوف. إذا جينا اطلعنا على التابل اللي عنا هون بنطلع على we have four restriction enzymes. Number one called HAE3. Number two called EcoR1. Number three BAMH1 and number 4 NOT1. خلينا نبلش بأول واحد. Source of the enzyme مقصود فيه يعني البكتيريا اللي نعمل منها extraction. يعني هون عندنا احنا اسم البكتيريا. بنروح على الكولوم الثالث، بالكولوم الثالث في عندنا GGCC. شو هي هاي الجي جي سي سي؟ من هدول sequence of nucleotides بنسميهن recognition site. طيب خلينا نشوف الكولومن اللي بعده، في شيء اسمه cleavage site او restriction site. لاحظوا في هون حاطط سهم اللي هو بيرمز لعملية الكاتينج. اذا هون احنا بدنا نستنتج شغلة انه عملية الكاتينج is not a random process، هي مش عملية عشوائية، ولكن هي هالإنزيم مثلا اللي هو الـ HAE3 مفروض يتعرف. This enzyme must recognize a sequence of nucleotides arranged from 5 prime to 3 prime end. هلا بنحكي عنها بس، ولكن احنا كأحرف شو هن؟ جي جي سي سي. تمام، وليكن إذا قرينا من تحت على السنة تحت from 5 prime to 3 prime كمان جي جي سي سي. لما يلاقي هالسايت موجود، لما يلاقي هدول الأربع أحرف موجودين، إذا شرط ليقص مفروض يلاقي هدول الأربع أحرف موجودين. لما يلاقيهن ليك وين عم بقص؟ كمان بمنطقة محددة بين الجي والسي. ننتقل على إنزيم تاني لنفهم أكثر. في عنا إنزيم نمبر 2 اسمه إيكو آر 1. هذا الإيكو آر 1 extracted from bacteria اللي هي اسمها إشريشيا كولاي. لاحظوا عندنا الريكوجنيشن سايت لإله غير الـ HAE3، غير الإنزيم الأول. يعني هون عندنا GGCC GGCC. الإيكو آر 1 لأ، عنده GAATTC GAATTC. طبعاً إحنا عم قلنا الـ direction of reading هي from 5 prime end to 3 prime end. كمان هون على الـ other strand from 5 prime end to 3 prime end. لما يلاقيهن هالـ sequence، لما يلاقيه موجود كمان بيعمل cutting between مين؟ G and A. لاحظوا الكاتنج تحت بين G والA وفوق بين G والA.
إذا هون إحنا بنستنتج الشغلة إنه each restriction enzyme has definite recognition site. كمان عندنا بيقص بي كمان بposition معين. نكمل كمان عندنا عند البام H1 كمان عندنا هون اسم البكتيريا اللي extracted منها. الريكوجنيشن سايت لإلها هي جي جي اي تي سي سي. كمان إذا قلنا جي جي اي تي سي سي إذا وجد هذا الريكوجنيشن سايت فالإنزيم بيقص وقتها بين مين ومين بين الجي والجي وهذا إحنا ما بنحفظه هذا بيكون given بالسؤال. في عندنا آخر شيء نوت 1 كمان اسم البكتيريا اللي مستخرجة منها الريكوجنيشن سايت لإلها جي سي جي جي سي سي جي سي إذا وجد هذا الريكوجنيشن سايت وقتها بيقص بين مين ومين بين السي والجي. هلا إحنا أخذنا درس الميوتيشن. لو فرضنا نرجع على الـ HAE 3 لو فرضنا صار في ميوتيشن by substitution وهالسي مثلا تغيرت لهون صارت A هل الإنزيم بعد بيقص فيها للمنطقة؟ بنقول لا بطل يقص فيها لأنه هالريكوجنيشن سايت تغير. As a result the enzyme will not recognize this sequence وAs a result مش راح يقص بالإنزيم. ففي عندنا مثلا هالرسمة هاي تطبيق على لو قلنا مين الإنزيم اللي بقص فيها بالنسبة للتابل اللي لسه كنا نعرضها بنشوف هو أص وقت نتعرف على جي جي اي تي تي سي واللي هو كان نطلع على التابل للجي اي اي تي تي سي اللي هي الإيكو آر 1 لما لقى هالسيكونس موجود راح قص بين مين ومين بين الجي والاي. هون عندنا عشان نركز على شغلة انه مش كل الانزيمز بقصوا زي بعض. اذا عندنا دي ان اي موليكيول مرة حطينا عليه انزيم نوت 1 ومرة حطينا عليه انزيم ايكو ار 1 لاحظنا لما حطينا عليه انزيم نوت 1 we have 4 fragments تمام هذا بيعني انه قص 3 مرات ولكن لما حطينا عليه ايكو ار 1 لقينا انه عندنا 1 2 3 4 5 6 7 معناته قص شو 6 مرات ماشي الحال. طبعا عشان ما نخربط كيف يعني اذا عندنا 4 فراجمنت معناته قص 3 مرات اذا عندنا هاي الدي ان اي اذا نقص مره تنتين ثلاثه في عندنا هاي واحدة فراجمنت هون تنتين هون ثلاثه هون اربعه معناته الريستريكشن فراجمنتس لما يكون عدد الأربعة بيكون أكم مرة قص بيكون قصص ثلاث مرات وبدنا ننتبه إنه مرات بقول لي طلع لي size and the number of restriction fragments. طيب إحنا عم نقص DNA لو قلنا هاي fragment of DNA طلعت A T C C G A اللي هي وهون T A G G C T شو size ليلة شو unit اللي بنقيس فيها إحنا size إحنا بنقيس بشيء اسمه base بير تمام بيز بير البيز بير بنقيس هيك احنا بنقول هاي 1 بيز بير بنصير ناخذ اول حرف من هون نقول بي بي هون 2 3 4 5 6 اذا هون نقول اذا السايز لها هاي 6 بيز بير تمام 6 بي هاي بالنسبة للريستريكشن انزيم مهم جدا نفهم الميكانيزم لإله ومهم جدا نعرف انه هالانزيم مش مستخرجينه من الهيومن بودي هذا مستخرج اكستراكتد فرام بكتيريا واللي قلنا هي يوزد باي ذا بكتيريا فور ديفنس اجينست فايرال انفكشن. الله يعطيك العافية. المرة الجاية راح نشوف كيف بنستخدم هالريستريكشن انزيم ب ميكانيزمز او تقنيات تستخدم بالمختبرات بالبيوتكنولوجي والله يعطيكم العافيه.